سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 11 من العام 2019. هذه الحلقة سنتوقف فيها أمام السياق العام للمواجهة الكبرى التي لا تزال مستمرة في المنطقة، والتي تتراوح التقديرات في فهمها وفهم عمقها من خلال الضياع أمام الإشارات السياسية المزدوجة في إعطاء المعاني. كثيرون لا يستطيعون أن يقرأوا السياق الأمريكي كسياق كفائي، ويفترضون بأن التصعيد الذي نشهد مظاهره سواء في مؤتمر وارسو بوجه إيران أو في الحديث عن مزيد من العقوبات ومزيد من الضغوطات على المقاومة في لبنان وفلسطين، البقاء الأمريكي في العراق، يقرؤون هذا أنه تعبير عن إصرار أمريكي على مواصلة المواجهة بأشكال أخرى مختلفة. طبعا المواجهة لم تتوقف ومن الصعب أن تتوقف، لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا، هل أن الأمريكي يفعل ما يفعل في سياق تصاعدي أم في سياق تفاوضي؟ هذا هو السؤال الأول. يعني الأمريكي الآن هو في مرحلة الذهاب بخطوات سوف تتصاعد تدريجا وصولا إلى لحظة يصبح فيها خيار الاشتباك الكبير واردا ومفتوحا، أو التداعيات التي يأمل بأن تحدثها الضغوط سواء على الجبهة السورية أو على جبهة المقاومة في لبنان أو في فلسطين وخصوصا في إيران أن تؤتي ثمارها، وما لم تؤتي الثمار فهو جاهز للذهاب إلى الخيار الأخير؟ هل هذا هو السياق؟ أم السياق هو اليأس من إمكانية التغييرات الكبرى والعجز عن الانخراط في التسويات وفق الصيغ المتاحة بتوازنات القوى اليوم، والسعي للزج بعناصر قوة إضافية عنوانها الضغوط الاقتصادية والسياسية، أملاً بأن يؤدي هذا إلى خلق ميزان قوى تفاوضي من نوع مختلف، سياقان مختلفان كليا. هذا من الزاوية الأمريكية. الإجابة عن سؤال هو سياق تفاوضي أم سياق تصاعدي. السؤال من الضفة المقابلة، الضفة التي تبدو روسيا فيها في موقع الفاعل الأول والمرجع الرئيسي، وهذا سنعود إليه، لكن الذي تبدو فيه إيران هي الجهة المعنية بالاشتباك. هل أن إيران ذاهبة في سياق تفاوضي أم في سياق تصاعدي؟ والمقصود في السياق التفاوضي ليس التفاوض وفق الشروط الإيرانية، بمعنى أن إيران أكيد إذا عرضت عليها تسوية تلبي متطلباتها وتطلعاتها مثل ما عمل التفاهم النووي فهي سترتضي ذلك، لكن التسوية بمفهومها الشامل، مفهوم أن هناك حلف أمريكي إسرائيلي سعودي، هل إيران جاهزة للدخول مع هذا الحلف في تسوية، أم هي تخوض المعركة على قاعدة فرض انتصارات الأمر الواقع وانتزاع انتصارات الأمر الواقع وتثبيت انتصارات الأمر الواقع انطلاقا من يقين أنه إذا أتيحت الفرص لتسويات فهي ليست أكثر من هدنة، وأن المعركة مفتوحة وهي معركة تسير باتجاه تصاعدي لأن لا إمكانية للحديث عن صياغة التسويات. هو سؤالين باستراتيجية، لأنه هو بيساعدونا في أن نفهم التفاصيل السياسية في كل ساحة الاشتباك، ساعتها بصير سهل علينا أن نفهم بقلب هذا التقابل الأمريكي الإيراني أين هي روسيا، وكيف يمكن أن ننظر للإدارة الروسية للملفات المتاحة أمامها، ولتوظيف البعدين الأمريكي والإيراني في تحسين الوضعية الروسية. وهذا يمكن بيخلينا نقدر نرسم إطار لما نسميه التكامل الروسي الإيراني، وليس التضاد الروسي الإيراني كما يفترض الكثيرون أو كما يرغب بالأحرى الكثيرون. فعندنا هالثلاث سياقات لابد من أن نرسمها، بقلبها لابد من أن نقرأ أمام الخطاب الأخير ل سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، شو هي السياقات اللي بتترجم فيها هذه الخلاصات بحالة مثل لبنان، بحالة مثل اليمن، بحالة مثل غزة،
بحالة مثل العراق، أي اتجاه تعطيه هذه الصورة الاستراتيجية لساحات الاشتباك بساحة مثل سوريا مثلا. طبعا إذا تسنلنا الوقت سنتناول كل الساحات، لكن إذا لم يتسنى لنا الوقت سوف نأخذ عينة، يعني سوريا لبنان كعينات اشتباك كبرى، اليمن، ونحاول نسقط من خلالها يعني الإضاءات على الساحات الأخرى، لأنه في ساحة فلسطين مهما بدت التسويات متاحة أنا أجزم بأنها ليست أكثر من هدنات، لأن هي ساحات اشتباك مع إسرائيل بالمباشر. أنا قبل يعني السياق اللي قدمته أمريكا وإيران وروسيا رح أقلبه، أبدأ بدل أمريكا أبدأ بإيران، والسبب منهجي في الحقيقة. أعتقد يعني بيقين أن إيران تدرك جيدا أن التسوية الاستراتيجية مستحيلة. يعني روسيا بتقدر تعمل تسوية استراتيجية مع أمريكا، لأن قضايا الاشتباك الروسية الأمريكية ليست فيها قضايا وجودية ومصيرية غير قابلة للتفاوض. ما في مشكلة فلسطين وإسرائيل بين أمريكا وروسيا. المفهوم الروسي للتسوية في ظروف كالتي نحن فيها، يعني ظروف الاشتباك الذي تخوضه إيران وقوى المقاومة، قد يصبح المفهوم الروسي للتسوية باب خلاص أمريكي. يعني يصير مطلوب أمريكيا أنه إسرائيل يضغط عليها لترتضي بهذا المفهوم للتسوية، وأن تكون روسيا هي الجهة التي يشكل انتقالها بلحظة ما، تصبح فيها إسرائيل جاهزة للتنازل عن أرض 67 بكاملها، عن الأراضي المحتلة من جنوب لبنان، عن الجولان حتى الرابع من حزيران، عن الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية، وحق العودة للاجئين. بلحظة ما إذا وصلت إسرائيل إلى هذه الجهوزية، وذلك صعب حد الاستحالة، بس فيما لو بالعقل الأمريكي قد يصبح مرغوبا أن تصل، وفي هذه الحالة أن تأتي إلى الحضن الروسي ليكون هو المرجع، أملا بأنه حتى هذا ممكن أن يؤدي إلى فك الحلف الذي تواجهه أمريكا اليوم في ظروف قاسية وصعبة، وأدى إلى نتائج كارثية على أمريكا في سوريا وفي ساحات الاشتباك الأخرى في المنطقة. إيران تنطلق هون عمول، مش روسيا المشكل الاستراتيجي معها، المشكل الاستراتيجي مع إيران. طبعا هلأ كتار يعني بيعتبروا أنه هذا تمجيد لإيران أكبر من حجمها، لا أنا مش عم بنطلق من الأحجام، أنا عم بنطلق من القضايا. وأنا أعتقد أنه في عقل الإمام الخميني عندما وضع معادلة إيران فلسطين، اليوم إيران وغدا فلسطين، كان واضح بالنسبة له جدا 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 أن المعركة مع أمريكا كي تملك مصداقية على قضية وتكون تحت عنوان مصيري ووجودي مع الفوز به تسقط الإمبريالية كلها. يعني ما في إمكانية لتخيل نهاية إسرائيل وأمريكا مكتوفة اليدين. وعندما تضع الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية من قبلها قضية إنهاء الاحتلال الصهيوني، إنهاء الكيان الصهيوني، اجتثاث هذه الغدة السرطانية، عودة كامل فلسطين من البحر إلى النهر إلى أهلها الأصليين، لما بتحط هذه المهمة وبتعبئ الشارع والمجتمع الإيراني وطاقات وقدرات الشعب الإيراني على قاعدة أن هذه قضية إيران، أنه هذه مسؤوليتها وهذا واجبها وهذا مشروعي وهذه مشروعية إسلامها، ولما بتحط إيران هذه القضية بصفتها القضية الأولى على جدول الأعمال وتضع وتسخر الإمكانات والمقدرات من أجلها، هذا يعني أن إيران قررت معادلة أن استقرار إيران واسترخاء إيران ووقف التوتر الاشتباكي بالنسبة لإيران لن يتم إلا مع الهزيمة الكاملة لمشروع أمريكا، يعني مع إسقاط المشروع الإمبريالي. شو بصير بأمريكا وكيف تتحول التداعيات على أمريكا مش هلا هذا اللي بدنا نناقشه، بس أنه أنت لما بتكون حاطط المعادلة يا بتسقط الجمهورية الإسلامية بإيران يا بيسقط الكيان الصهيوني، أنه معركة الوجود على هذا المستوى
وكل طاقات وإمكانات إيران وانتصارات إيران وإنجازات إيران تسخر من أجل تقدم في المعركة مع إسرائيل. حدا بيقدر يتخيل أنه أمريكا بتقدر تفوت بتسوية عنوانها مراكمة مزيد من مقدرات القوة لدى إيران تقرب ساعة النهاية بالنسبة لإسرائيل؟ يعني حدا بيقدر يتخيل هذا الوضع؟ أنه ممكن هذا يحدث؟ أنه ممكن أمريكا تصل؟ أي بتوصل ممكن إذا كانت أمريكا عاجزة عن تقديم شيء وباتت إسرائيل منتهية وعلى أمريكا أن تتقبل بأن زمنها الإمبريالي قد ولى وأن عليها التأقلم مع وضعية دولة داخل الحدود وبعض النفوذ في الدوائر المحيطة. تسوية وأمريكا في ذروة القوة وبإمكاناتها ومقدراتها المالية والعسكرية والسياسية وحجم الأنظمة التابعة لها في العالم وقدرتها على الإملاء السياسي على الأنظمة الأوروبية وغير الأوروبية، هذا مضمونها، يعني مضمونها أنه المزيد من الخطر على إسرائيل، هذا أمر غير وارد. بالمقابل تسوية قانونية تحمي إسرائيل بات واضحا أيضا أنه في شيء بالجغرافيا العسكرية أكبر مما يمكن للعقل السياسي أن يتقبله. بالجغرافيا العسكرية تنازل، هاي جغرافيا فلسطين، عندما ترتضي إسرائيل، وهي عقدة من العقد الأساسية، عندما ترتضي إسرائيل أن تتنازل عن الجولان حتى بحيرة طبرية وفي جنوب لبنان المقاومة، وتتنازل عن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، يعني صار بين الجولان وبين مزارع شبعة نحن قدام وضع، يعني أن إسرائيل في وضعية عسكرية استراتيجية مش سيئة، كارثية. لا يمكن لعقل عسكري إسرائيلي أن يقبل بهذا التنازل، لأنه هذا يعني أن معركة يعني تنشب على حوض مياه بين الرعيان بالمنطقة، ممكن أن تؤدي إلى أن تخسر إسرائيل كامل الجليل وصولا إلى حيفا وإلى يافا وما حدا بيعرف لوين. وبالتالي في عنا تناقض جوهري بين قدرة إسرائيل على البقاء وبين شروط أي تسوية على حدود 67. في عنا تناقض جغرافي عسكري، إسرائيل تفقد قدرتها على البقاء وعلى الدفاع وعلى المناورة فيما لو قبلت تسوية على حدود 67. بالمقابل إسرائيل تفقد مشروعيتها الأيديولوجية التي عنوانها أرض الميعاد ولا عودة إلى أرض الساحل، يعني لأنه ما كان فيها لا مملكة بني إسرائيل ولا يهودا ولا، وبالتالي الأرض اللي إلى معنى بالخرافة الصهيونية هي الضفة والقدس. وبالتالي في مشكلتين كبيرتين تحولان دون أن تأتي إسرائيل إلى تسوية من هذا النوع. تسوية من هذا النوع ممكن تكون في منتصف الطريق مقبولة بالنسبة لإيران طالما مش هي الطرف فيها، يعني أنه سوريا تسترد الجولان، أنه لبنان كدولة يسترد مزارع شبعة وتلال كفر شوبة ويبقى حزب الله رافض التعامل والاعتراف بوجود إسرائيل، ممكن. لكن إسرائيل غير قادرة وغير جاهزة وفي شبه استحالة أن تقدر وتجهز. وبالتالي بصير التسوية الوحيدة اللي بتسعى لها أمريكا هي التسوية التي تعترف فيها إيران بوجود إسرائيل، وهذه استحالة، استحالة وجودية بالنسبة لإيران، مش هي قوية، إيران محاصرة ومحاربة وضعيفة، معادلتها يسقط نظام الجمهورية الإسلامية ولا تسقط قضية فلسطين من حساباتها. هذا مش موضوع بس إنه أيديولوجي وعقائدي، هذا موضوع منهجي تأسيسي في برنامج الثورة، في برنامج الحل الذي اجترحه الإمام الخميني للدولة والثورة. كيف لا تسقط الدولة في الفساد؟ كيف لا تسقط الدولة في التبرجز؟ كيف لا تسقط الدولة في المساومات الدولية؟ كيف لا تسقط في المعادلات الخارجية؟ كيف تبقى الدولة خط اشتباك دائم حتى تتحقق منظومة التي يسميها يعني حركة المستضعفين وعدل المستضعفين وثورة المستضعفين؟ حتى يتحقق هذا، الدولة الإيرانية ملتزمة بأن تقاتل حتى تسقط إسرائيل، وسقوط إسرائيل يعني سقوط المنظومة الغربية والإمبريالية بالكامل. وهذا أمر للأمانة، يعني لازم نعترف أنه هلأ في حدا بحب يتفلسف على إيران
ومفهوم ولاية الفقيه ومفهوم الإسلام الأيديولوجي وأنه بيطلع لحرطقات يمين وشمال، لكن ما يسرته القيادة الإيرانية من الإمام الخميني إلى الإمام الخامنئي في تشخيص طبيعة الصراع مع المشروع الإمبريالي ونقطة الاشتباك المحورية التي تجعل الاشتباك وجودي مع المشروع الإمبريالي، ما تيسر في عقل القيادة السوفيتية أو في عقل القيادة الصينية، لأن المشروع بقي قائم على البعد الاقتصادي هناك. هون تم اكتشاف الحقيقة العميقة التي تمثلها إسرائيل في المشروع الإمبريالي. وبالتالي اللي بدي أوصله من خلال هذا التشخيص أنه نحن قدام معادلة منطقها أنه مع السعودية ما عندها مشكلة إيران تعمل تسوية، مع أمريكا نفسها ما عندها مشكلة تعمل تسوية، لكن السعودية ما فيها تعمل تسوية إلا إذا أمريكا عاملة تسوية، وأمريكا ما فيها تعمل تسوية إذا ما فيها مصلحة إسرائيل أو الحد الأدنى ضمان مقدار ما من الأمن لإسرائيل، ضمان مقدار ما من شرعية الوجود لإسرائيل، وهو عند إيران خط أحمر غير وارد. شو بيعني هذا؟ هذا بيعني أنه ما في تسوية، هذا بيعني أنه ممكن نشهد تسويات جزئية ليست إلا هدنة في الحرب الكبرى. الحرب الكبرى هي الحرب التي تدور بين إيران من جهة وبين أمريكا وإسرائيل ومن معهما من جهة أخرى، إلى أن تصبح أمريكا جاهزة للتخلي عن إسرائيل، وهذا لن يتم إلا بخلق وقائع تصل حد أنه أمريكا عليها أن تنهار هي أو تنكفئ، يعني تتخلى عن إسرائيل وتتركها تسقط، وهي تعلم أن هذه هزيمة نكراء وأن هذه بداية تداعيات داخل المجتمع الأمريكي نفسه، وأنها إعلان نهاية السطوة الأمريكية والهيبة الأمريكية والمكانة الأمريكية. لذلك نحن معنيين أن نقول إذن المعركة متى دخلت فيها إيران، يعني شايفين المعركة على سوريا فتحوا فيها باب على حالهم، لأنه طالما أن الزج بإمكانات ومقدرات هائلة في هذه الحرب استدعى حضور إيران واستدعى حضور محور المقاومة، وبالتالي سوريا الحليف لإيران لكن وفق برنامج سياسي للصراع مع إسرائيل عنوانه الانسحاب من الجولان، مش عنوانه إنهاء إسرائيل ككيان. صحيح في العمق الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه والرئيس بشار الأسد ملتزمين ب يعني يقينهم قناعتهم رغبتهم إيمانهم إزالة إسرائيل، لكن المشروع السياسي المتعاقد عليه بين السوريين لا يقوم على إزالة إسرائيل. يعني الدولة السورية حتى لو الرئيس بشار الأسد رغبته قناعته يقينه إيمانه هو إزالة إسرائيل، ليس من السهل أن يأخذ الدولة السورية إلى هذا العنوان. دولة سورية اللي فيها المجتمع السوري والطبقات السورية والرأسمال السوري والبيئة الاجتماعية الحواضن السورية، سقفها في النضال هو دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على أرض 67 عاصمتها القدس واسترداد الجولان حتى خط الرابع من حزيران. ولو إسرائيل تجهز لهذا الرئيس بشار الأسد ما في منع الدولة السورية، ولو راغب بأن لا يفعل بس مضطر أن يذهب بالدولة السورية إلى القبول بهذه التسوية. أما وأنه إيران صار الطرف الإسرائيلي ما عاد يقدر يدخل بتسوية مع الدولة السورية عنوان الجولان لا تتضمن خروج إيراني، ما عاد يقدر بفوت بتسوية مع الدولة اللبنانية لا تتضمن نزع سلاح المقاومة. يعني للي مش عم يقدروا يستوعبوا شو معنى المعركة على الوجود الإيراني ووجود حزب الله بسوريا، شو معنى المعركة على سلاح حزب الله بلبنان، لازم ينتبهوا ويفهموا انه جوهر هذه المعركة منه هجومي. يعني هذا مش انه والله هلأ الأمريكان مشمرين عن زنودهم ونازلين ما رح يسمحوا بأن تبقى إيران في سوريا، ما رح يسمحوا بأن يبقى لدى حزب الله سلاح. لا، الأمريكان والإسرائيليين والباقي توابع وخدم، الأمريكان والإسرائيليين مستعدين للانسحاب بظل ميزان القوى الذي أنتجته المواجهات التي خاضتها قوى المقاومة والتي خاضتها سوريا والانتصارات التي تحققت والمعادلات التي رسمتها هذه الانتصارات، جاهزين ينسحبوا من تلال كفرشوبة ومزارع شبعة
والجولان مقابل نزع سلاح المقاومة وخروج إيران من معادلة المنطقة. مستعدين. هذا بأمن أمن إسرائيل. هذا بصير بقلب التسوية الروسية. إنه ساعتها بتروح إسرائيل على التسوية الروسية إذا ما في مقاومة، إذا ما في سلاح مقاومة، إذا ما في إيران وحضور إيران. لكن ما هي صارت مثل البيضة والدجاجة. إنه طيب، والحديث عن سلاح المقاومة مربوط بمجموعة معادلات صارت أكبر من الانسحاب، مربوط بعودة اللاجئين، ومربوط بمستقبل توازنات المنطقة، ومربوط يعني بالتفاوض السجالي، إنه متى ينتهي دور سلاح المقاومة. كل مرة في مرحلة، لكن معروف إنه هذا السلاح موجود لإسقاط إسرائيل، وإسرائيل بتعرف هذا الشيء. وبالتالي في إمكانية لتسوية في منتصف الطريق بين إيران وحزب الله، يعني وقوى المقاومة من جهة، وإسرائيل وبالتالي أمريكا من جهة أخرى. أنا بقول نعم في إمكانية، لكن هذه الإمكانية غير واقعية. هاي الإمكانية أنه إسرائيل تقبل دون أن يزال سلاح المقاومة، دون أن تخرج إيران من سوريا، تقبل بأنه تنسحب من الأراضي المحتلة عام 67، تقبل سلم الجولان حتى خط الرابع من حزيران، تقبل التسوية الروسية بهذا المعنى. إسرائيل لا تستطيع أن تقبل التسوية الروسية، وإذا بتقبل التسوية الروسية بدها تكون مشروطة بخروج إيران وبنزع سلاح المقاومة، المقاومة بلبنان والمقاومة بفلسطين. وهذا لن يحدث، هذا مستحيل بالنسبة لإيران وبالنسبة للمقاومة. فإذا شو هو المشهد؟ المشهد أنه نحن قدام صراع وجودي، إيران تذهب فيه إلى هضم الانتصارات ترسمل عليها هي وقوى المقاومة، لرسم الخطوة التالية في الاشتباك لو بعد سنة سنتين ثلاثة خمسة مش مهم. يعني المقاومة لما حررت جنوب لبنان ما حطت حالة بدائرة أنه نحن لا ما منوقف إطلاق نار، لا منوقف إطلاق نار. والمزارع شبع، بتتذكروا كلام سماحة السيد عن العمليات التذكيرية، انه نحن هلا من اجل انه الناس تاخذ فرصه للهدوء، ومن اجل نعطي فرصه الدوله اللبنانيه والمجتمع الدولي، عم بيقولوا بيرجعوا الاراضي المحتله بالتفاوض او بالضغوط الدبلوماسيه، ما عندنا مانع. وكان كل مده ومده تصير عمليه بمزارع شبعه سماهم سماحه السيد بالعمليات التذكيريه، اي كي لا ينسى العالم ولا تنسى اسرائيل ان هناك ارض محتله للبنان، وان المقاومه لن تترك هذه الارض. حتى بال2006 ما حطوا بند انه بده يصير في ترسيم لمزارع شبعة وخط ازرق، وعلى اساسها اسرائيل بتنسحب من هذه المنطقة، وصار يروح ويجي لارسون، وهذا طبعا ما في فايدة. لكن المقاومة ما فتحت المعركة المفتوحة، بمعنى ممكن الهدنة بالنسبة للمقاومة، بالنسبة لإيران، بالنسبة لكل محور المقاومة قائمة. الهدنة شيء والتسوية شيء. تسوية هي تفاهم، هذا التفاهم على حل نهائي غير وارد بالنسبة لإيران والمقاومة. فإذا نحن قدام معادلة بتقول أنه إيران وقوى المقاومة خيارهم سياقهم اتجاههم تصاعدي، أنه نحن منحرر سوريا وبتستلم الدولة السورية أراضيها، ويكون هذا واحد من الخطوات المتقدمة باتجاه المشروع الأصلي لإسمه الاشتباك مع إسرائيل. شبكات الدفاع الجوي، أسلحة الردع الاستراتيجي، الصواريخ البعيدة المدى هي جزء من الإعداد لهذه المعركة الفاصلة. إمداد قوى المقاومة بالسلاح وبالمال وبالإمكانات وبالقدرات لإشعال المواجهة داخل فلسطين، بيدفش إسرائيل إلى حرب، بيكون الجهوزية قائمة لهذه الحرب، بخليها تتآكل وتنهار تحت ضربات المقاومة، وتكرر الانسحاب من غزة بانسحاب من الخليل، بانسحاب من رام الله، بانسحاب من أريحة، بانسحاب من فليكن، بيكون هذا مزيد من التراكم للانتصارات والإنجازات. هذا هو مفهوم محور المقاومة، هيك عم يشتغل. كل ما توفرت فرصة لتعزيز ميزان الردع، هلا العراق صار جزء من ميزان الردع، اليمن هو جزء لكن راح يصير جزء شرعي ورسمي كلما ذهب أكثر باتجاه التسوية، باتجاه الخروج من دائرة الحرب. وبالتالي المعادلة الاستراتيجية الحاكمة بالنسبة لمحور المقاومة، وفي قراءة إسرائيل لمحور المقاومة، وفي قراءة أمريكا لمحور المقاومة، وهي قراءة صحيحة، أن فرص التسوية معدومة. أي تسوية تبحث عن تشريع إسرائيل وضمان أمن إسرائيل ولو على
انه مننسحب من 67 اعطونا امن مش وارد عند محور المقاومة، ده غير وارد. كما انه انسحبتم من جنوب لبنان وبعد الانسحاب نحن ما يعني ما عندنا التزام تجاهكم بانه نحن معترفين بقيام اسرائيل، انسحبتم من غزة ما عندنا التزام تجاهكم بانه الباقي صار حلال عليكم، لا، المعركة مكملة ومستمرة باشكال اخرى بوسائط اخرى الى ان تتبلور بذات الوسائط وبذات الوسائل وذات الاشكال. طيب شو بده يعمل الامريكي والاسرائيلي وجماعتهم في المواجهة؟ ما عادوا قادرين يخوضوا المواجهة المفتوحة، ولو قادرين يخوضوا المواجهة المفتوحة ما لجأوا اصلا الى حرب الوكالة في سوريا اللي جابوا فيها تركيا وجابوا فيها الاخوان المسلمين وجابوا فيها القاعدة وجابوا، ما خلوا لبقوا. لو قدراتهم العسكرية تسمح بأن يكونوا هم في الاشتباك لعملوا الاشتباك وعملوا على إيران مباشر، لأن المعادلة التي تدركها إيران تدركها إسرائيل. إما أن تسقط إسرائيل الكيان كله 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 مش أنه بتنسحب من شقفة، وإما أن تسقط الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب إذا الإيراني عم يشتغل على هالأساس، عم بيقول الاعتراف ببقاء إسرائيل يعني تسليم بنهاية الجمهورية الإسلامية، وعم بيقول أنا سأبقى أقاتل حتى تسقط إسرائيل حتى لو أدى هذا إلى أن ينهار ويسقط نظام الجمهورية الإسلامية، بس ما رح أعترف بإسرائيل. يعني إسرائيل معيارها هي وأمريكا عليهم يفهموا أنه لازم يسقط نظام الجمهورية ليأخذوا أمن لإسرائيل. طيب هذا فوق الطاقة، حاولوا جربوا، لو قادرين ما إجوا على سوريا، حرب تموز ما عملوها أصلاً، كانوا راحوا على إيران مباشر. وبالتالي شو البدائل اللي عندهم؟ لا حروب الوكالة نفعت، ولا الحروب المباشرة نفعت، ولا الضغوط الاقتصادية والعسكرية. ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ واضح أنه نحن هون عم نقول سياق تصاعدي بالنسبة لإيران ومحور المقاومة. يجب أن يفهم أن الذي تفعله أمريكا الآن غير مضمون، لكنه سياق تفاوضي. يعني هي ليس لديها ضمانات بأن إيران إذا عمل لجنة هلأ بمؤتمر وارسو اللي عازم عليه العرب وإسرائيل وعدد من الدول وما قطعته أوروبا وما قطعته روسيا وما قطعته الصين وما قطعته تركيا، شو عم يعمل؟ أنه لجنة للباليستي ولجنة للحرب السيبرانية ولجنة للنفوذ الإقليمي ولجنة لتدفق الطاقة ولجنة ولجنة، أنه هول من شان نمارس ضغوط على إيران في هذه الملفات. هو بده هاي الملفات؟ لا، هو يدرك انه مش هي طلباته، مش طلباته الصواريخ الباليستية، مش طلباته الحرب السيبرانية، مش طلباته تدفق الطاقة، مش طلباته النفوذ الاقليمي. هو كلهم هو بوافق عليهم اذا بياخد امن اسرائيل، وهو كلهم كل التسويات فيهم اللي ممكن يوصلها الى قيمة اذا اضعفت ايران، بس ما الى قيمة اذا ما اضعفت ايران. التسويات التي يصل لها في السلاح الباليستي أو السلاح الإلكتروني أو سواء وكذا إذا ما ضعفت إيران بوجه إسرائيل ما لها فايدة، هي منافذ ومنصات للضغط على إيران من أجل إضعاف قدرتها على دعم قوى المقاومة وعلى التقرب من إسرائيل، يعني الوصول أقرب إلى خط الاشتباك مع إسرائيل. بالتالي هو يجمع ملفات، وتجميع الملفات تفاوضي، هو ما عنده مشروع تصادمي. هو عم يجي يقول اليوم انه لا اعمار في سوريا بدون الحل السياسي. شو الحل السياسي؟ انه ترضى امريكا. وعشو بترضى امريكا؟ انه تطلع ايران. طيب ما تطلع ايران اعطونا ضمان في الجنوب انه ما بيكون في وجود لحزب الله وما بيكون في وجود للمستشارين الايرانيين، يعني امن اسرائيل. كل الشغل الان، كل المساعي التي تقوم بها امريكا، تجميع الأوراق، تصعيد الضغوط الاقتصادي السياسي، بناء الأحلاف، وهي في نهاية المطاف تعكس حجم الهزال الذي أصيبت به أمريكا، تعكس حجم وضعها الراهن. لكن رغم ذلك أمريكا لم تتوقف. طيب لو أن بدأت توصل أمريكا، هي عم تحاول كل مدي ومدي ترجع تعمل جس نبض أنه يا عمانيين، وأنا بقولكم أنه الحكي عن أنه في تفاوض غير مباشر الأمريكي مع إيران، مرات يمكن يكون صار مباشر ورجع وقف على مستوى ضباط، على مستوى مفوضين عندهم صلاحيات، لكن المسعى التفاوضي ما يعني ما عنده بديل بالنسبة للأمريكي. مشروعه الوحيد هو التفاوض.
هلا في سياق المشروع التفاوضي هو من صدق انه ايران ستصمد ولن تقبل بان تعطي ما يريد او جزء مما يريد او بعض ما يريد؟ هو معتبر انه الضغوط بكره بتشوفه، هلا عم بيعاندوا بكابروا، بس بالضغوط رح نوصل انه نخليهم يقبلوا. طبعا الان الوقائع اللي قدامه عم بتقول له هاي الوقائع انه الرهانات خائبه، انه ايران اللي توقع بعد حزمته الضاغطه والقاسيه والشرسه من العقوبات رح تخرج الملايين للمظاهرات مثل ما حكى سمعت السيد. وينهم؟ وين هالملايين؟ ما في شيء منه. اكثر من هيك انه هاي المقاومه بلبنان رح تنهار ورح تقوم بيئه الحاضنه عليها ورح تخرج الناس الى الشوارع كمان. وينهم؟ واضح انه الرهانات الامريكيه كما هي رهانات الحروب، يعني انه اللي بيستغرب بيقول يا عمي طيب عشو بيعملوا هالرهانات؟ اغبياء؟ ايه ممكن، يعني حسابات القوه وغرور القوه بتوصل صاحبها مرات الى الحماقه، يعني بصير يقرا عكس الوقائع، بصير يفترض انه مين اني هول الخصوم، يعني بشويه ضغط وشويه اختناقات وشويه حصار بيقدر ينتزع منهم ما يريد. لكن يوم بعد يوم العقلاء الحكماء اللي عم يعملوا قراءات مثل ايام التفاوض على الملف النووي كان يقولوا شو جدول العقوبات، بس ما حدا رد عليهم، ظلت العقوبات مكملة لصار التفاهم. ولما بده يرجع ترامب الى التعديل راح انسحب من التفاهم ورجع للعقوبات، يعني لهذا العقل الامريكي هيك. لكن في ناس بامريكا نفسها كانوا عم بيقولوا انه نحن كل مرة كنا نرجع للتفاوض بظل العقوبات كنا نرجع نلاقي ايران عاملة شيء جديد، ما عاد فينا نتجاهله بالمفاوضات، فنكون عم نفاوض على معالجات الطرد المركزي الجيل الأول، نروح نلاقيهم صار عندهم جيل تاني اللي هو أشد سرعة وأشد إنتاجية وبكميات أكبر، نصير بدل ما عم نقول مطلوب أنه التخصيب بيتم مثلا على ما لا يزيد عن 200 جرام 300 جرام شهريا، صرنا عم نحكي ب 200 كيلو جرام و 300 كيلو جرام، صرنا ما نقول يا خي 100 كيلو جرام ماشي الحال. وشيئا فشيئا حتى وصلت إيران إلى التخصيب المرتفع على 20%، كانت أمريكا كان ما في تخصيب أصلا ببداية التفاوض على الملف النووي. صواريخ الباليستية نمت في كنف التفاوض على الملف النووي، كانت عم تفاوض إيران على الملف النووي بس عم تبني مشروع على الصواريخ الباليستية. خلص التفاهم على الملف النووي، كان عنده مشروع كامل صاروخيا، إجوا يناقشوا بالصواريخ الباليستية. الآن مداها يتزايد ويتزايد وقدراتها وإمكاناتها وإصاباتها الدقيقة وحركتها، وبالتالي كل مفاوضات سوف تتم في وجبات لاحقة ستتم، وقد قطعت إيران أشواط إضافية عما كانت عليه في جولات التفاوض التي سبقت. هذا بس هذا ما بيمنع الأمريكي من أنه يتوهم، رغم هو يقينه إذا بيعمل قراءة للخط البياني بيقول الاتفاق اليوم أفضل من بكرة. أوباما بالمناسبة لما حكي عن التفاهم حكي هيك، قال انه التفاهم النووي اليوم احسن من بكرة، لانه اذا بقينا مكملين بالعقوبات رح نوصل لمرحلة انه ايران رح يصير التخصيب المرتفع عندها، انتج كمية من اليورانيوم المخصب كاف لانتاج قنبلة وتخبز بالعافية معش فيها نحكي شيء. بمعنى انه الامريكي يكون مراهن على ان هذا سينضج ايران وارد كتير، لانه سبق وفعل هذا. وعلى كل حال تقرير المخابرات الأمريكية وتقرير الاستخبارات القومية الجامعة لكل شبكات المخابرات الأمريكية بيطلع بيقول بأنه واحدة من الخلاصات أن إيران لن تتغير ولن تبدل تحت العقوبات. يعني في حدا عم بيرد عليه التقرير اللي هو الرئيس ترامب وفريقه اللي بيقولوا لا إيران ما فيها تصمد وإيران ستضطر لتقديم التنازلات. الخلاصة هي أنه نحن قدام، وهذا المشهد بسوريا كان هيك، المشهد بسوريا كان هيك، لو سلموا الأمريكان بعودة الدولة السورية إلى ما كانت عليه عام 2011 قبل ما تبلغ الأمور عسكريا المدى اللي هي عليه الآن، شو كان؟ كان قدروا فرضوا صيغ أنه مثلا لا يدخل إلى حلب إلا الجيش السوري إلا شرطة مخافر، كان ممكن هيك يكون الاتفاق. المعركة العسكرية هي التي أدخلت قوى المقاومة والجيش السوري الإصرار على رفض الانخراط بتسوية في ظروف مبكرة، في الظروف التي كانت كلفتها أقل، كل ما إلى كلفتها بتزيد على الأمريكي وجماعاته. وبالتالي
بهذا المعنى نحن عم نقول أنه الطريق مسدود أمام التسوية، لكن الأمريكي ماض في محاولة تجميع الأوراق التفاوضية مش التصادمية، وإيران ماضية في مراكمة الإنجازات على خلفية المشروع التصادمي، تصادمي مع إسرائيل وبالضرورة مع أمريكا، طالما أن أمريكا هي راعية المشروع الصهيوني ولا تزال لديها آمال بإعادة الحياة لمشروع الهيمنة إذا ما تيسر التغيير المعادلات والتوازنات القائمة وقياسها قوة إسرائيل. طيب، هذا بيعني أنه نحن بمنطقة التسوية فيها مستحيلة، التسوية الاستراتيجية، التسويات التكتيكية فيها ممكنة، لكن هذه التسويات التكتيكية هي هدنة في الاشتباك الكبير. هذا شو بيعني؟ هون الروسي السياق الثالث اللي مصلحته بقوة إيران، إذا إيران مانا قوية وإذا إيران جاهزة للتسوية شو بيشتغل الروسي؟ يعني الأمريكي شو بده بالروسي؟ إذا افترضوا هيك أنه إيران سقف مشروعها بفلسطين هو ذات المشروع الروسي، دولة فلسطينية على 67، انسحاب من الجولان، كفر شوبة، المزارع شبعة، حق العودة، إذا هذا هو سقف المشروع الإيراني بتروح أمريكا تفاهم مع إيران؟ يعني أنه شو بده بروسيا طالما هذا مشروع روسيا وما في تفاهم مع روسيا إلا على أساسه؟ لا، اليوم المشروع الروسي يقوم على قاعدة توظيف القوة الإيرانية، توظيف القوة الإيرانية لخلق المناخ الذي يجعل روسيا باب خلاص، لأنه كل ما إلى هالقوة الإيرانية ستخلق وقائع وحقائق جديدة، وكل ما إلى هذه الوقائع والحقائق الجديدة ستأكل من رصيد المعسكر الآخر، المعسكر الأمريكي الإسرائيلي وامتداداته، وستصبح روسيا ملجأ. رح يصير هلا على كل حال اللي بيطلع بالمشهد كيف هو في المنطقة بيلاقي هلا نتنياهو رايح لوين؟ على موسكو، وأردوغان الأطلسي قاعدة الحرب الأولى على سوريا وين رايح؟ على موسكو. السعودي على مين عم يتطلع؟ على موسكو. الرهان على كيف تعود سوريا إلى الجامعة والبحث مع مصر والبحث مع الإمارات وكله روسي، هذا مشروع روسي، والروس اللي عم بيناقشوه مع القادة المعنيين بهذه الدول. وبالتالي الاتجاه نحو روسيا هو ثمرة شو؟ هو ثمرة العجز الأمريكي والصعود الإيراني، لأنه بسبب العجز الأمريكي والصعود الإيراني بيصير البحث عن جهة ضامنة في العلاقة مع إيران هو المطلوب. حتى أمريكا نفسها بحاجة لروسيا بصفتها جهة ضامنة لأي مستقبل تفاوضي مع إيران. إسرائيل بحاجة لروسيا بقواعد الاشتباك وبضمان التسوية والتفاوض، وبالتالي روسيا المدركة للمعادلات الاستراتيجية، مدركة بوحي هذه المعادلات أنه إيران التي لا تريد تسوية هي مكسب روسي، وإيران القوية هي مكسب روسي، لأنه لو إيران تريد تسوية وإيران ضعيفة ما في دور للروس، بإيران الضعيفة ما في خطر، ليش ما نجي عند روسيا نطلب وساطتها ونطلب ضمانتها؟ بإيران الضعيفة وبإيران التسوية منعمل التسوية مع إيران شو بدنا بروسيا؟ فإذا مصلحة روسيا، أي مشان اللي بيقولوا أنه التباينات الروسية الإيرانية، هذه التباينات هي مصلحة روسية. روسيا ما بتبيع شيء إذا كانت إيران تشبهها، إذا إيران ماشي بالتسوية شو بده بروسيا الواحد؟ الذي يعطي الضمان بالنسبة لإسرائيل مش الروسي، بصير يعطي الروسي ضمان على قاعدة أنه الإيراني خطر والإيراني لن يذهب لتسوية. أما إذا الإيراني جاهز يروح على تسوية أكيد الإسرائيلي والأمريكي بفضل التسوية مع الإيراني. الروسي يدرك هذه المعادلة، يدرك أنه الأمريكي تفاوضي ويدرك أن الإيراني تصاعدي، ويدرك أن العقدة هي إسرائيل، ويدرك بأن إسرائيل لا يمكن أن تكون يعني جاهزة للتسوية إلا إذا شعرت بالخطر، والخطر بده يترتب من هذا التحشيد في القدرات والإمكانات. هون تقاطعات عم بتصير، وهي التقاطعات منطقة أنه الآن المقاومة تبني، إيران تبني، سوريا تبني مقدرات للاشتباك القادم مع إسرائيل. روسيا بأماكن ما تساعد،
وبأماكن ما تغض النظر. وبالتالي هذا البناء للمقدرات بلحظة ما بوضعية ما رح يخلق توازن قوة بأي اشتباك قادم. والحساب الروسي أنه هذا سيأتي بإسرائيل أكثر فأكثر لتطلب خشبة الخلاص الروسية، وخشبة الخلاص الروسية يعني ما رح تكون مساومة على ظهر إيران وظهر قوى المقاومة، رح تكون المشروع الروسي الأصلي اللي قوى المقاومة وإيران ما عندهم مشكل بأن تذهب إليه الدولة اللبنانية أو الدولة السورية أو يعني أي مؤسسة حكومية حاكمة في المنطقة معنية بالصراع العربي الإسرائيلي، طالما أن إيران باقية وطالما أن سلاح المقاومة باقي. لأن كل انسحاب إسرائيلي من أي أرض من التي احتلتها بظل بقاء سلاح المقاومة هي مناطق محررة حررتها المقاومة، حررتها القوة، هي مثال على فاعلية المقاومة وفاعلية سلاحها، بل بالأهم هي جغرافيا متقدمة لتحرير الباقي، يعني قواعد ارتكاز للانطلاق لتحرير الباقي. وهذا اللي بيخلي إسرائيل ما تطلع منها، بس عم نحط فرضيات وعم نناقش الفرضيات. وبالتالي بهذا السياق الاستراتيجي شو اللي ممكن نتوقعه تحت سقف الاشتباك الأمريكي الإيراني الطويل للأمريكي فيه عم بيصعد ليفاوض، الإيراني ما بده يفاوض. شو في تحت؟ في تركيا اللي بدها تصير بهذا المناخ هي الجهة التي تذهب للانخراط بالتسويات. الروسي إذا الإسرائيلي مش قادر يروح لعنده بالكامل في سياق التسوية الكبرى رح يضطر الإسرائيلي ويجبر الإسرائيلي أن يذهب إلى تسوية تكتيكية في الجولان عنوان العودة إلى قانون إلى اتفاق فك الاشتباك عام 74. ولو أدى هذا إلى تضمين النص الخاص بالعودة إلى فك الاشتباك التزام إسرائيلي بالقرارات 242 و338 التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 67، هذا بده تطلبه من روسيا، وإلا الاشتباك المفتوح سينشئ مقاومة في الجولان وسينشئ ظهائر لهذه المقاومة وإمكانية انفتاح الاشتباك الكبير اللي بيخرج عن السيطرة واللي ما في إمكانية للتحكم بمساراته ونتائجه. وبالتالي الإسرائيلي في وضع قاسي وصعب، وعندما يكون الروسي هو ما مخرجه أو هو مرجعه فهذا في حالة واحدة، في حالة الجهوزية للانهزام، الجهوزية للتسليم بتغير الأوضاع وتغير المعادلات وتغير قواعد الصراع. وبالتالي الإسرائيلي الآن أكيد ما نجاهز وأكيد عم بحاول يبني أسباب قوة، بس هلا رايح نتنياهو على 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 موسكو ورايح أردوغان على موسكو، واثنين رح يسمعوا الكلام اللي كانوا يسمعوه في الماضي أنه يا ما قلنا لكم أنه الاستثمار في الجغرافيا السورية غير مجدي، وكل ما أخذتوا شقفة من الجغرافيا السورية واعتبرتوها حزام أمني ومنطقة آمنة ونقطة إبعاد للنار وجبتوا جماعات مسلحة سورية وأعدتوها فيها ضعفت قدرتكم على الاحتجاج والاعتراض والمواجهة عندما يصبح حزب الله ويصبح الإيرانيون على مسافة أقرب من خطوط الاشتباك مع إسرائيل على سبيل المثال. وبالتالي الدولة السورية يعني فك الاشتباك عام 74 هذا بالجنوب بالجولان، والدولة السورية في الشمال يعني اتفاق أضنة. هلأ بيطلع بينزل التركي بدنا نعمل عملية عسكرية ما رح نقبل بقل من منطقة آمنة، هذا كله ما رح ينفعه، فعليا ما رح ينفعه، لأنه معادلة العودة إلى الوضع الذي كان عام 2011 هو خط النهاية الوحيد المتاح في سوريا، وكل من يقف عثرة أمام هذا السياق الطبيعي لتطور الصراع فهو يضع نفسه ضفة الخاسرين. وإذا بيقرر يخوض الاشتباك على أساس إعاقة ومنع الجيش السوري من الوصول إلى الحدود التي كان عليها في العام 2011 فهو عم بحط حاله بعين العاصفة، لأنه لا توجد قوة في الدنيا ستستطيع توفير الحماية للتركي وللإسرائيلي ولمين مكان. وهذه المعادلة الجديدة تعني حتى لما بنحكي عن التسوية السياسية في سوريا، حتى لما بنحكي عن التسوية في لبنان، تعني
سياق سيؤدي إلى تعزيز حضور قوى المقاومة في معادلات الدولة، معادلة الدولة اللبنانية، معادلة الدولة السورية، معادلة الدولة العراقية. نحن السياق اللي ماشيين فيه هو هيك، وعلينا هنا أن نأخذ في الاعتبار أن قوى المقاومة بخبرتها وتجاربها وقراءتها لخبرات وتجارب الآخرين مدركة أنه أمامها مشروع رغم الضيق ورغم الظرف القاسي والقاهر اقتصاديا، أنه هي معنية بأن تقدم نماذج مختلفة لجمهورها وللجمهور العريض العام في ساحات عملها، بأن تجربة المقاومة في شقها الاقتصادي الاجتماعي هي شيء مختلف، مفهومها للدولة مختلف، طريقتها في إدارة مرافق الدولة مختلفة. وبالتالي بهذا أيضا نحن رايحين، على سبيل المثال لما بيحكي سماحة السيد بموضوع شبكات دفاع جوي، أو لما بيحكي بموضوع الكهرباء، أو لما بيحكي بموضوع الطرق، مش فقط لأنه الجمهور المضغوط المقهور يتطلب، لا، هذا شق استراتيجي، هذا جزء من المسؤولية الاستراتيجية في وضع الدولة أمام مرآة السيادة. الدولة التي لا تجرؤ أن تمتلك شبكة دفاع جوي لأن أمريكا تعترض على هذا هي دولة غير سيدة. وبالتالي المفهوم الذي يريد تقديمه، وحتى لما بنحكي عن تجربة المقاومة الآن بموضوع الدواء وصناعة الدواء والاستشفاء وتقديم مثال ونموذج في وزارة الصحة ليكون مثال يحتذى في وزارات أخرى وفي حكومات قادمة، يصير في إمكانية لتوسيع الدائرة التي تقول إن قوى المقاومة بذات البسالة التي كانت تحقق فيها الانتصارات في ساحة الاشتباك مع الأعداء الإسرائيلي أولا والإرهابي ثانيا، هذه المقاومة بنظافتها وأخلاقيتها وحرصها وجديتها عندما تسلمت وزارة قدمت فيها نموذجا مغايرا للذي كان قائما من قبل. وهذا أول شرط بشروط مكافحة الفساد. أنت أول شيء بتعمله بمكافحة الفساد بأنك ما تشارك بالفساد وما تغطي الفساد. ولما بتكون بموقع وزير بتصير وزارتك هي واحة من الواحات الخضراء في هذه الصحراء من الفساد. المقاومة ومشروع المقاومة، إذن التسويات ليست في برنامجه إلا بصفتها التكريس العملياتي السياسي للانتصارات التي يحققها. يعني التسوية في سوريا هي تكريس للنصر، التسوية في لبنان بالمفهوم الذي تجري وتتم فيه هي تكريس للنصر، بس التسوية الاستراتيجية الشاملة هي غير واردة، غير واردة، لأن إسرائيل جزء منها، ولأن الاعتراف بإسرائيل جزء منها، ولأن تشريع اغتصاب إسرائيل لما يبقى من الأرض الفلسطينية جزء منها. وهذا رح يؤدي بصورة مباشرة إلى أن تبقى حالة الاشتباك على وتيرة متوسطة لكنها قابلة أن ترتفع وأن تنخفض، لكن لن تنطفئ. ما رح فينا نوصل إلى لحظة نقول أنه هذا الاشتباك الآن نحن بوضع مريح وهدئ الوضع، وبالتالي ما في مشكل على الحدود، إسرائيل قادرة أنها ترجع تنتعش في مشاريع التسويات ومشاريع السلام والمفاوضات. هذا بدنا ننساه، هذا ما خلص ما عاد يحدث، هذا ما عاد يحدث، لأنه ميزان القوى الحاكم للمنطقة الآن شو بتخرب بحالة إسرائيل وتجي بتقول هاي دولة لمحمود عباس، ليش بيحميها؟ في حول دون أن يأخذ المقاومون دورهم فيها، المؤمنون بإزالة إسرائيل المدعومون من محور المقاومة. وصلت الأمور إلى مرحلة إلى حد أنه ما عاد محور المقاومة، يعني ما عادت فكرة المقاومة مثل ما كانت بالستة وتسعين والسبعة وتسعين، أنه في وضع بلبنان وإيران عم تدعمه، ولكن هذا الوضع يعني يزول متى زالت إسرائيل من الاحتلال وخرجت من الشريط الحدودي بصوت مبررون الشباب، وبالتالي مين رح في ضل حامل سلاح، ومين رح يسمح لمين يبقى معه سلاح إذا خرجت إسرائيل من الجنوب. الصورة كانت هيك بالخمسة وتسعين والستة وتسعين، انه هلا تنسحب اسرائيل ما بتبقى شفرة. اما وان الانسحاب قد تم عام 2000 في الظروف التي نعرفها، اسرائيل المهزومة، فالمقاومة بقيت وزادت قدرتها وقوتها بصفتها عامل دفاع بوجه العدوان، وبال2006 اثبتت فاعلية الدفاع بوجه العدوان،
وهذه الفاعلية أسست لمنظومة قوة الآن أشد كبرا وأشد عمقا وأشد عظمة. طيب ما هذا سياق؟ هذا سياق، هذا خط بياني، هذا الخط البياني أنه هاي المقاومة انسحبت إسرائيل وبإسلاحها معها. مين قايلكم إذا انسحبت من مزارع شبعة ببطل إسلاحها معها أو في إمكانية يكون إسلاحها على الطاولة مطروح للتفاوض؟ على الإطلاق بعد الانسحاب من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة في حق العودة، بس يرجعوا كل اللاجئين نبقى بنحكي بالسلاح. في بلبنان على الأقل 500,000 لاجئ فلسطيني بدهم يرجعوا عبيوتهم هون لحتى نقدر نحكي بالسلاح. بدنا ضمان صواريخ دفاع جوي عند الجيش ومضاد للدروع وصواريخ استراتيجية تصيب العمق الإسرائيلي وإلى ما هنالك، وكل هذا استحالات بالنسبة لإسرائيل. لذلك نحن بين جهة تشعر بأنها هزمت لكنها عاجزة عن الاعتراف والتسليم بهذه الهزيمة، وعاجزة عن القيام بتسوية تحفظ لها ماء الوجه، عم بحكي عن أمريكا، لأن التسوية التي تحفظ لها ماء الوجه ستهدر أمن إسرائيل. لذلك يتقف مثل ما بيقولوا على المصلبية، لا قادر تروح بمسار التسوية ولا قادر تروح بمسار المواجهة والاشتباك. إيران وقوى المقاومة ما عندها هذا المأزق، هي جاهزة للتسوية لكنها مقررة أنها ذاهبة للاشتباك، أنه مشروعها الاستراتيجي تدمير إسرائيل ما حدا مستحي فيه. والتسوية التي يمكن أن تذهب معها المقاومة وقوى المقاومة هي التي تمنحها موطئ قدم أقرب لتحقيق الهدف الأبعد لهو تدمير إسرائيل. وبالتالي نحن لا يعني ما لازم نتأسف على أن التسويات غير واردة. هذا بيخلي التركي يجي على التسوية يقول طيب أنا شو بدي بهالشغلة، يعني أنه ما في إمكانية لتعويم النصرة والتلاعب على الكلام وتغيير الأسماء ويقبلوها الروس ويقبلوها الإيرانيين وتقبل الدولة السورية، ما هي مزحة سمجة لن تمر. بالمقابل أنا مش قادر أحسم عسكريا مع النصرة، يا أخي تولوا الأمر. هلأ بيطلع لنا منبج مثلا، شقفي من منبج، هذا الرهان التركي، لكن هذا التركي ذاهب كما الإسرائيلي ذاهب إلى ما كان عليه الوضع 2011. تركي ذاهب إلى اتفاق أضنة والإسرائيلي ذاهب إلى فك الاشتباك، لأن لا قدرة لديهما على ما هو أبعد، على ما هو أكبر. أكثر من هيك بدي أقول، إذا أخذنا الإسرائيلي شو ممكن يعمل، يعني أنه بخط الاشتباك اللي عم بيواجهه بسوريا، وأنه هو البعض يعني معتقد أنه الإسرائيلي قادر يضل يعمل غارات وقادر يضل يضرب وقادر يضل يهز الاستقرار السوري، لكن هو بيعرف، هو بيعرف، وهذا قاله على كل حال دان كوتس رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية، أنه هذا العبث الإسرائيلي سيؤدي في لحظة ما، في يوم ما، في قصف ما، إلى رد فعل لن تتحمله إسرائيل، وإذا ردت عليه بحرب ستكون الكارثة الأكبر، وإذا تبلعت الضربة ولم ترد عليها بحجم يوحي بالقوة الإسرائيلية انهارت المعنوية الإسرائيلية. لذلك هو بينصحهم للإسرائيليين بالتروي، لكن بالحاصل الصراع يدور حول مفهوم فك الاشتباك. فك الاشتباك في قضيتين، هو مش وقف اطلاق نار واندف بين الاسرائيليين والسوريين، هو امرين معه. الامر الاول انه وقف شامل للاعمال العدائية الاسرائيلية، يعني بتقول فك الاشتباك يعني ما عاد بده يطلع طيران اسرائيلي لا يقصف ولا يتقرب ولا يستطلع ولا يعمل شيء. الأول هو وقف إطلاق نار شامل، بتلتزم إسرائيل بأنه هي لن تكرر أي عمل عسكري في سوريا. والأمر الثاني أنه الجولان هو أرض محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة. إذا إسرائيل ما ماشي معناتها ما في فك اشتباك، معناتها في مقاومة جولانية، معناتها في خط مفتوح للتصاعد على الجبهة الجنوبية. بدها توصل لفك الاشتباك بالمفهوم الروسي، ما في عندها حل تاني، لأن نشوء مقاومة في الجولان يتبعها ويحميها حضور رادع للدولة السورية
وبلحظة ما إذا إسرائيل قررت الحرب ستواجه جيش يملك شبكة دفاع جوي متينة وشبكة ردع صاروخي قوية وقدرة بشرية أظهرت في حرب تشرين الكفاءات والقدرات والشجاعة والاندفاع التي تستطيع من خلال تحقيق الإنجازات. إسرائيل ما إلى مصلحة، ما إلى مصلحة بالتصعيد. النقاش على فك الاشتباك بيشبه النقاش على أضنة بالحدود مع تركيا. الأتراك بيمشوا بأضنة بس أنه بدل 5 كيلومتر توغل في بعض النقاط بحالات يجري التفاهم عليها مع الجيش السوري ومؤقتة ويتبعها الانسحاب، أنه لا خلينا نوسع مداه ومفهومه، لأنه اليوم الوضع الذي تقيمه المجموعات الكردية أكبر من الذي كان عام 98 مثل ما عم بيحاول الإسرائيلي يعمل، لكن عبثا يحاولون لن يصلوا إلى نتيجة. وكل ما إلى الأيام بتمر والتركي عليه أن يرى نفسه وهو عم ببلش يشوف نفسه أنه الأمريكي ما في يعطي شيء وأنه الفرنسي والبريطاني ضده أصلا، يعني متبنيين الملف الكردي للآخر بما فيه يعني المخاطرة بفكرة دولة كردية. وبالتالي المحل الوحيد للتركي هو عند روسيا عند إيران، أن يسعى لأن يحصل على ما يحفظ ماء الوجه على قاعدة أنه ينهي الكنتون الكردي في شمال شرق سوريا. أصلا هذا مطلب الدولة السورية إنهاء الكنتون. وبالتالي اللي بدي وصل له أنا من خلال هذا اللقاء من خلال هذه الحلقة أن السياق الذي تعيشه المنطقة ويعيشه العالم هو سياق يقوم على قاعدة أن أمريكا عندما قررت أن ترث المشروع الغربي بالكامل وتتبناه وتديره وهو المشروع الذي أرسى قواعده البريطانيون، عندما قررت أمريكا هذا في الحرب العالمية الثانية وقررت أنه هي بدها تدير هذه المعادلات التي ورثتها من موقعها الجديد كقوة إمبريالية صاعدة، عملت حسابها وبنت رهاناتها وبنت خططها على أن هذه الهيمنة مؤبدة. وإجت المعادلات الآن لتقول أنه أمريكا ما عادت أمريكا، ولتقول أنه حلفائها يتساقطون، ولتقول أنه القوة الرئيسية التي اعتمدت عليها لتكون البديل الذي يؤدب المنطقة بالنيابة عن أمريكا وهو إسرائيل لم يعد كما كان. أمريكا الآن عاجزة عن الاعتراف بهذه الحقائق وتقبلها، يمكن بتعرفها بس الاعتراف والتقبل شيء تاني، وعاجزة عن تغييرها بالقوة وعاجزة عن التأقلم معها. شو بتصير تعمل؟ حركة بلا بركة، بتصير خطوات ومواقف وبيانات واجتماعات ومؤتمرات بس كلها فقاعات صابون. بالمقابل إيران التي انتصرت قبل 40 سنة، عم نحكي أمريكا اللي خرجت من الحرب العالمية الثانية بالخمسينات، إيران بنهاية 70s حطت قدامها معادلة أنه إسرائيل هي المفتاح، هذا المحل اللي بتسقط منه أمريكا، وهذا المحل اللي بتنلم منه شعوب المنطقة، وهذا المحل اللي بيلتقي فيه النصر الإلهي مع النصر التاريخي لما في فلسطين من مقدسات ومن مكان مقدس. وبالتالي هذا الخيار الإيراني الأصلي من انتصار الثورة هو سر هذا الوضع الذي نجحت إيران بإنشاؤه، هو سر القوة الإيرانية وبالقياس نفسه سر الضعف الأمريكي أمام إيران والضعف الإسرائيلي أمام إيران، لأن الضعف الأمريكي والإسرائيلي ناتج عن أن إيران لا تريد تسوية وتقدر أن تحمي موقفها بعدم الذهاب إلى تسوية، عند من مقدرات الحماية ما يسمح لها بأن تتخذ هذا الموقف، ولا يستطيع الآخرون فعل ما يغير بقواعدها وبمرتكزاتها ويعرضها للخطر. بالتالي نحن قدام تحول نوعي كبير وكبير جدا، وهذا التحول يقول أنه محور المقاومة للمرة الأولى بفضل هذا الموقع الإيراني وهذه الرؤية الإيرانية، قوى المقاومة في المنطقة يعني عرب فلسطين وعرب لبنان وسواهم وسوريا طبعا يمتلكون فرصة تاريخية، وهذه الفرصة التاريخية هلأ البعض بشوف مبالغ فيها بس هي حقيقة بالنسبة لنا، فرصة إزالة هذا الكيان الصهيوني من المنطقة، وهي فرصة لتعديل توازنات العالم بكامله
واستنقاذ إسرائيل في منتصف الطريق ضمن المشروع الروسي قد يبدو حلما غير قابل للتطبيق بسبب تعارضه مع مفهوم الجغرافية العسكرية والعقلية الصهيونية الخرافية المرتبطة بالمفهوم الديني وبأرض الميعاد. أنا طبعا بعرف أنه وصلت إلى آخر الحلقة، لكن هذا هو السياق الذي أردت أن أرسمه وأن أقول نحن في السنوات القادمة، مش فقط في الأشهر القادمة، ذاهبون إلى مزيد من تثبيت قواعد ومرتكزات الانتصارات التي يحققها محور المقاومة بالتراضي أو بالتغاضي أو بالقوة، والأمريكي ذاهب إلى مزيد من الانكفاء ومحاولة تجميع أوراق سياسية واقتصادية بالمنحة التفاوضي أملا بأن يحصل على شيء لأمن إسرائيل. إلى اللقاء في الحلقة القادمة في هذا المشروع المفتوح في المواجهة، هذا المشروع القائم على فلسفة سقوط إسرائيل، لنلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا.